أهلا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة وطبقا جديد من مطبخ سامراء. طبقنا لهذا اليوم هو باكيتا اللحم، هذا بالنسبة للطبق الأول. الطبق الثاني راح نسوي مايونيز الكيوي مع الجزر، هذا الطبق الثاني راح يشكل شكل جميل وطعم طيب. نتمنى أن تكون تشاهدونا وينال رضاكم هاي الأطباق. بالنسبة للطبق الأول، مكونات الطبق: باكيتا اللحم، لحم حبل الظهر 200 غرام، فطر علبة فطر، طحين خاشوكتين هي حسب الرغبة، احنا راح نستخدم خاشوقة واحدة، اذا نحتاج الصلصة تكون ثخينة راح نسوي خاشوكتين، احنا راح نستخدم خاشوقة واحدة، فلفل اسود رشة واحدة، راح نستخدم الملح مع هذا الطبق. اذا اعزائي المشاهدين راح نبلش بالطبق. طريقة تحضير الطبق الاول، عندنا لحم حبل الظهر مثل ما جاي تشوفون، راح نفتح اللحم بهذا الشكل، راح ندك هذا اللحم قبل ما نخليه على النار. هذا اللحم فتحنا، راح ندك اللحم بهذا الشكل، حتى يستوي بسرعة. طبعا هذا اللحم حبل الظهر ما يحتاج له وقت هواية حتى يستوي. بالبداية ما راح نضيف زيت، راح نضيف شيء بسيط جدا. راح نضيف الزيت شيء بسيط مثل ما قلنا. طبعا راح نضيف البهارات ايضا على اللحم. طبعا مع هاي الأكلة تقدرون إذا تريدون طعم الصلصة تكون بها طعم لحم أكثر، تقدرون تضيفون قطعة ماجي اللحم راح تنطي طعم أطيب بعد. بس إذا ضفتوا قطع الماجي لازم تضيفون الملح قليل، لأنه الملح والماجي بي طعم ملوحة كبيرة. إذا هذا اللحم صار جاهز، راح نخليه على النار. إذا هاي شرائح اللحم تقريبا صارت جاهزة، تبقى على هاي النار طبعا حتى تستوي. طبعا مثل ما قلنا هذا اللحم على هاي النار، يبقى على هاي النار ممكن 5 دقائق يكون مستوي يكون جاهز. طبعا مثل ما قلنا حبل ظهر، حبل ظهر ودقينا اللحم بالشاكوش، يعني ما يحتاج لممكن 4 أو 5 دقائق يكون اللحم مستوي. وهاي الأكلة بالذات باكيتا اللحم، اللحم ما يصير يكون مستوي هواية حتى لا يتفلش، لأنه هاي بعد ما يستوي هنا اللحم احنا راح نسوي صلصة مثل ما قلنا، الصلصة اللي هي صلصة الطحين مع الفطر، راح نسوي هاي صلصة ونضيف اللحم مرة أخرى مع الصلصة، يبقى على هاي طبعا بالصلصة، طبعا راح تفور الصلصة ويبقى اللحم وياها حتى ما يتجانس وتصير الأكلة جاهزة. you
اذا اللحم يبقى على هاي النار. راح نضيف فلفل اسود، هذا فلفل اسود مثل ما قلنا رشه وحده. الملح ما يصير نضيفه هسه، الملح راح نضيفه مع الصلصه. مثل ما قلنا نقدر نضيف ماجي اللحم ويا الصلصه ايضا. اذا نقدر نخلي يبقى اللحم على هاي النار حتى يستوي شويه اللحم، وبعدها راح نبلش باقي طريق يعني باقي طبعا مثل ما قلنا الصلصه. راح نبلش بالصلصه اللي هي الطحين. طبعا بعد ما يكتمل اللحم راح نطلع اللحم، راح نضيف الزيت شيء بسيط جدا، ونضيف الطحين. الطحين راح يتحمص يصير لونه على ذهبي، بعدها راح نضيف المي والفطر. طبعا بعد ما نضيف المي والفطر يحتاج الى ممكن دقيقه حتى يتجانسون والطحين يصير صلصه شويه تكون ثخينه. بعدها راح نضيف اللحم، راح تبقى على هاي النار بين ما نكمل احنا طبعا باقي السلطه. طبعا سلطه اللي هي مايونيز الفواكه، ان شاء الله راح يكون الطبق جاهز. اذا اعزائي المشاهدين مثل ما عودناكم يوميا نقدم لكم نصيحه يوميه، نذهب الان ونشوف النصيحه. إذا رجعنا وإياكم أعزائي المشاهدين بعد هاي النصيحة، نتمنى أن تكونون تستفادون من هاي النصائح. إذا أعزائي المشاهدين مثل ما قلنا لكم اللحم ما يحتاج لوقت هواية حتى يتحمص ويصير جاهز. نقدر نخليه بهذا الطبق حتى ما نسوي الصلصة. طبعا هذا اللحم هو هسه ينكل بهاي الطريقه، يعني مو فت مشكله. اللحم حبل الظهر ودقيناه ما يحتاج لوقت هوايه. راح نضيف الطحين، طبعا الطحين ايش قد ما يبقى على النار ايش قد ما ينطي لون، اللون اللي راح يجي من عنده طبعا اللون الذهبي اللي يجي هسه من عنده راح تصير صلصه جدا طيبه. طبعا تختلف ايش قد ما يتحمص يختلف. اذا نقدر اقوى ناس تخلي طبعا المي مع الطحين وبعدها يضيفوه على النار تكون الصلصه لونها ابيض، ما راح تكون طيبه وما راح يكون شكلها جميل ايضا. يعني مثل ما جاي تشوفون الصلصه بهذا الشكل شكلها صار اجمل. طبعا وبعد ما نضيف الفطر واللحم راح تصير اجمل واجمل. اذا مثل ما تشوفون هاي المي تكون كافيه لهاي الصلصه، راح يبلش يفور المي وتصير صلصه. اذا اعزائي المشاهدين نقدر نضيف بهاي الاثناء هذا الفطر. طبعا بالنسبه للملح احنا ضفنا طبعا ما ضايفين ملح، ضفنا فقط فلفل اسود. راح نضيف هسه اللحم وراح يبقى على نار حتى ما يفور. طبعا راح يبدا هسه يفور، يبقى على هاي النار حتى يستوي اللحم، يعني يستوي ويتجانس مع الصلصه. مثل ما قلنا نقدر نضيف قطعه ماجي اللحم، هاي قطعة ماجي اللحم
قطعة واحدة. نضيف ملح شيء بسيط جدا، لأنه مثل ما قلنا الماجي يكون بطعم الملوحة. يبقى على هاي النار حتى ما يستوي اللحم ويتجانس أيضا، تبقى على هاي النار. إذن هذا الطبق راح نحتاجه أيضا، راح نخلي بيه ستيك، عفوا ستيك، راح نخلي بيه باكيتة اللحم طبعا بعد ما تستوي. إذن أعزائي المشاهدين، يبقى عندنا طبق الآخر اللي هو مايونيز الفواكه. إذن أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل وبعده نواصل.